بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الفطريات ديال الأظافر، من التسوس ديال الأظافر، اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة معجزة ديال أوراق الزيتون واللي غادي تخلصكم من الفطريات وللأبد. غتنساو عليا شي حاجة سميتها الفطريات ديال الأظافر مع هاد الوصفة هذه اللي غنعطيكم اليوم، وصفة خطيرة واللي غتعاود تنبت لكم الظفر ديالكم من جديد. غادي يحيي واحد ظفر طبيعي وغينبت واحد الظفر اللي طبيعي، والظفر اللي مسوس واللي كلاتو ديك الفطريات غادي يتحيد، يعني غادي يتحيد وغادي ينبت في بلاصتو واحد الظفر اللي طبيعي والظفر اللي ما فيهش الفطريات، وغتخلصوا من الفطريات وللأبد مع هذه الوصفة. هذه وصفة يعني معجزة في علاج الفطريات. غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا الوصفة والطريقة ديال التحضير، ولكن ما تنسونيش احبابي واحد لايك الفيديو، بغيتكم كاملين ديروا هجوم على اللايك، تخليوا لي اللايكات ديالكم، كذلك ما تنسونيش من التعليقات ديالكم زويونه. واللي جديد في القناه او اللي جديده في القناه نقول لكم مرحبا بك، ما تنسيش الانضمام للعائله ديالنا وفعل زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله الجديد. وغادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوا الاوراق الزيتون، كما كتشوفوا معايا اوراق الزيتون. اول حاجه غنحيدوا ليهم دوك العويدات ديالهم، يعني غناخذوا غير هذوك الوريقات كما كتشوفوا معايا، وغادي نغسلوهم بالماء دوك الوريقات ديال الزيتون، يعني نحيدو منهم ديك الغبره، ومهم اي حاجه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي من بعد غنغسلوهم مزيان وغنشفو دوك الوريقات كما كتشوفوا معايا بهاد الشكل. هذا طريقه سهله ولكن مجربه وكتعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. مهم كما كتشوفوا معايا غادي نشفوا دوك الوريقات ديال الزيتون. وهنا اللي خصكم تعرفوا هو ان هاد الاوراق هادو ديال الزيتون فيهم واحد الماده اللي مضاده للبكتيريا والفطريات والميكروبات، اللي يعني كتخلي ديك الفطريات اللي كتصيب الظفار كتبقى غاده وكتاكل في الظفر. هذيك واحد الفطريات او واحد الميكروبات اللي كتبقى تاكل في الظفر، يعني كتصيب سوسه، يعني كتبقى تاكل في الظفر. هاد الاوراق ديال الزيتون فيهم واحد الماده اللي كتعمل على يعني قتل هذوك الفطريات وكتحاربهم لينا، وبالتالي كتقضي على دوك الفطريات وما كتخليش الفطريات كتبقى غاده وكتاكل في الظفار، فكتحد منها وتينبت لك واحد الظفر اللي طبيعي وظفر اللي جديد من لو جديد. هنا بعد ما نشفت هذوك الاوراق ديال الزيتون طحنتهم، هنا كما كتشوفوا معايا طحنتهم، مهم تطحنوهم حتى كيوليو بهذا الشكل، انتم كي كتشوفوا معايا في الفيديو بحال غادي تطحنوا الربيع، انا استعملتهم هنا في الهاشوار. مهم من بعد تناخذوا واحد الكميه ديال هاد اوراق الزيتون اللي طحنا، تنديروها في واحد القرعه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد تناخذوا الثومه كما كتشوفوا معايا، غادي ناخذوا هنايا الثومه تنقشروها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وغادي نقطعوا واحد جوج فصوص ديال الثومه اولا غادي نحكهم في الحكاكه بهذا الشكل هذا. الحكاكه اللي كتكون ديك الجهه اللي كتكون رقيقه هي اللي كنستعملوا فيها هاد الثومه بهذا الشكل. وكناخذوا الثومه ديالنا كنضيفوها على الاوراق ديال الزيتون. شو هاد الوصفه هذه راه مجربه وغديروها وغترجعوا تشكروني عليها وغترجعوا ترحموا لي والدي عليها، لان الفطريات هادو راهم صعابين بزاف والعلاج ديالهم صعيب صعيب بزاف. وهاد الوصفه هذه غير ديروها كما غنعطيكم دابا وغتشوفوا النتيجه. الظفار ديالكم اللي مسوسين راهم تيتحيدوا، يعني الظفر تيطير تيتحيد وتيطلع لك واحد الظفر اللي طبيعي من لو جديد. تناخذوا هذا كل الثومه تنديروها نضيفوها على دوك الاوراق الزيتون اللي طحنا، كنزيدوا الخل ديال التفاح جوج معالق كبار ضروري، كنزيدوا زيت الزيتون واحد الكميه اللي كنغطيو بها هذوك المكونات، وكتكون كميه هكا لا باس بها. صافي كنحركوا هاد المكونات بهذا الشكل هذا، وتناخذوا واحد الكاسرونه اللي غنديروا فيها هاد القرعه باش دوك المكونات تيسخن داك الزيت مزيان، يعني كيطيب داك الزيت كيسخن، ولكن بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا دير واحد المعلقه هكا لتحت وكنخليو ديك القرعه حتى يعني دوك المكونات كنحسوا بهم يعني طبخوا مزيان مع داك الزيت
كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا الزيت ديالي ها هي وجدات كما كتشوفوا معايا، وطلقوا فيها دوك المكونات. غندوزو دابا باش غادي نصفيو هاد المكونات هادو، وتشوفوا معايا ان شاء الله الطريقة ديال الاستعمال ديال هاد الوصفة هادي. شوفوا دابا الزيت كيفاش ولات، كتولي بهذا الشكل صافي. وكنصفيوهم بطريقة سهلة وبسيطة، انتوما كي كتشوفوا معايا. مهم القرعة باقا سخونة، مهم غادي نصفيو هاد المكونات بهذا الشكل هذا. ممكن تخليو هاد القرعة يعني يبات فيها داك الزيت مع دوك المكونات حتى لغدا ليه عاد باش تصفيوها، يعني من احسن. انا هنا غير حيت كنصور داكشي، علاش غنصفيها يعني مباشرة من بعد ما يعني خليتها يعني طبخات مزيان المدة، غتخليوها واحد 15 ل 20 دقيقة. الزيت ديالي دابا هي ولات واجده ديال هاد المكونات هادو. غندوزو دابا تشوفوا معايا الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الوصفه هادي، والطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه اللي غنحتاجو في هاد الوصفه هادي، غنحتاجو هذاك بابي الومنيوم، وغنحتاجو القطن، وصافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوهم لهاد الوصفه. ولكن حاجه مهمه، قطعوا الضفار ديالكم مزيان ملي تبغيو ديروا هاد الوصفه، قطعوهم مزيان يعني على الحد، ما تخليوش الضفر طالع. قطعوهم مزيان وبردوهم مزيان بالمبرد، المبرد اللي يكون حرش يعني يكون كيبرد مزيان الضفار، باش هكا ديروا الوصفه يعني تعالج لكم الضفر ديالكم، ما يكونش الضفر طويل. مهم من بعد ما كتحكوا الضفار مزيان وكتبردوهم مزيان وكتقطعوهم، غناخدو هنا القطن وداك بابي الومنيوم كما كتشوفوا معايا. والطريقه تناخدو القطن بهذا الشكل هذا، وكناخدو الزيت، هذا الزيت هذا اللي حضرنا من قبل، كنوضعو فيه ديك القطينه واحد الكميه هكا ديال الزيت، وكنحطو ديك القطن البليصه اللي فيها الزيت كنحطوها على الضفر ديالنا، كنلويوها ومباشره كنديرو فوقها داك بابي الومنيوم باش كيتبت لينا القطن على الضفر. وهاد الوصفه هذه من احسن انكم ديروها وتخليوها على الاقل 3 ديال السوايع. الا قدرتوا انكم تباتوا بها ديروا مثلا الليكات، يستحسن راه غتقتل لكم دوك الفطريات او دوك ولا داك التسوس ديال الاظافر، راه ما تيبقاش نهائيا. غديروها بشكل يومي هاد الوصفه، يعني ما قديتوش ديروها في الليل، ديروها في النهار. ديروها في النهار هكا واحد 3 السوايع هكا، خليوها الا كانت في الرجلين راه ماشي مشكل، خليوها قد ما خليتوها قد ما مزيان. كانت عندكم في اليدين ديالكم خليوها واحد 3 سوايع، ومن بعد غسلوا وتبعوها يوميا. راه الفطريات ما كيبقاوش، وكتبقى على حسب المده، على حسب الفطريات اللي عندك، واش فطريات يعني قدامين او لا يلاه بدا داك التسوس. المهم راه ما تيبقاش، غير تبعوها، لان الفطريات يعني كتختلف من شخص لاخر. ما نقدرش نقول لكم المده، ولكن راه غير تبعوها، ودائما ضفاركم يكونوا مقطعين ومبرودين، راه الفطريات كتموت ما كتبقاش، وغيبان لكم الضفر ديالكم يعني غيتحيد وغادي يطلع في بلاصتو ضفر جديد. نتمنى ان شاء الله الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا الزيت هذا راه كيبقى صالح للاستعمال حتى يتقاضى، يعني ما كتعاودوش ديروا واحد اخر. ونتمنى هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنسوش تخليوا لي التعليقات ديالكم كيفاش جاتكم الوصفه ان شاء الله. وفي امان الله، مع السلامه، وتهلاو ليا في راسكم.